السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيدايرين؟ صافا الامور زايديه 5555 ما كاين ما يشوش. المهم هذا الفيديو هذا اللي كتشاهدوا في غير جوج دقائق، يعني حطنا غير مقطع. الا بغيتوا تشوفوا الفيديو كامل مكمول دخلوا الصندوق الوصف الاخوان، صندوق الوصف اولا في اول كومونتير غادي نحط لكم يعني اللينك ديال القناه، اللينك ديال القناه اللي انا حط فيها هذا الفيديو. عندي قناه ثانيه الاخوان هي اللي غادي نخدم عليها ان شاء الله باذن الله، هي فاش كنحط مثلا فيديوهات ربما فيها واحد 10 د الفيديوهات حاليا، هذه هي اللي غادي نخدم عليها. وان شاء الله يعني هذه القناه يعني خاطيني فيها الهجره وخاطيني فيها سميتو. هذه القناه هذه غتكون يعني خاصه غير بداك الشيء اللي يعني اللي تنعيش في الحياه، يعني العربي الطعرابت، يعني الروتين اليومي، يعني الروتين اليومي الاخوان، يعني الروتين اليومي شنو كندير، يعني الخدمه ديالي شنو كنعيش، مثلا راني في الشارع، راني في الجرده، راني في البارك، راني هنا، راني هنا، راني هنا. هذه تكون خاصة القناه اللي خاص بهذا الشيء، ولا راني في خدمه، ولا يعني كيف كتشاهدوا هذا الفيديو هذا دابا درت فيه واحد الخدمه، صوفط واحد الماكينه ديال الصابون، ولكن المقطع فيه جوج دقائق، ولكن فيديو كامل مكمول فيه واحد 12 دقيقة ولا 13 دقيقة في الفيديو كامل، ولكن راح حطيته في القناة الثانية. هذيك القناة الثانية إن شاء الله راه غادي نحط لكم اللينك ديالها في صندوق الوصف، وغنحط لكم في أول كومونتير. حيت علاش هذه القناة هذه غتكون خاص غير باللايفات، ويبقى نحط فيها بعض المرات فيديوهات قليل، ولكن هذه القناة الثانية هي اللي غادي نخدم عليها. اللي بغى يجي مرحبا به، وثم ألف مرحبا. وما تنساوش يعني كاع الناس اللي كتحبني تشوف هذا الفيديو هذا، خويا بغيتي تشوف غير هاد المقطع هذا، بغيتي تشوف فيديو كامل دخل صندوق الوصف، راه كاين اللينك تمايا، اللينك يعني في صندوق الوصف، وغنحطو في اول كومونتير. ومرحبا بكم وتوما الف مرحبا، وراه تما ان شاء الله غتكون يعني بلبله القناه، غتكون بلبله، يعني غادي نحط فيها غير فلوغات، وغادي نحط فيها يعني حوايج مزيانين. وخاطيني الهجره في هاد القناه الثانيه الاخوان، خاطيني الهجره وخاطيني الهجره صافي. وكنتمنى يكون يعني القناه تكون يعني القناه تكون في الاعجاب ديالكم، ونتمنى تدعمونا بداك اللايك وبالبارطاج وبالكومونتيرات، وكل واحد فيكم الاخوان يعطينا الراي ديالو في الفيديوهات، كل واحد فيكم يحط لنا الراي ديالو. المهم انا الاخوان دخلوا صندوق الوصف ولا اول كومونتير تلقاو فيه اللينك ديال القناه الثانيه، دخلوا تابوناو فيها، وتحياتي وانتم تحياتي.